يخطون طريقهم في دروب التحدي بثقة وثبات، يشقون مسارهم لأداء الدور المنوط بهم وفقا للرؤية السامية للشرطة الجوية التي تلبي حاجات المواطنين لحماية أهم المنافذ الجوية التي تربط بلادنا مع الدول الأخرى، لا سيما في تعثر أغلب المنافذ الجوية عن القيام بدورها. ونسعد بكم جميعا بأن تكون هذه الدماء وهذه الوجوه وهذه الهامات التي أرادت طريق الشرف والكرامة واختارت أن تكون اليد التي تدافع واليد التي تحمل أرواحها بأكفها من أجل بسط الأمن والاستقرار. خطط تدريبية عالية المستوى ترسمها قيادة الشرطة الجوية لتؤهل أفرادها بدنيا وجسديا ليكونوا قادرين على تحمل مشاق عملهم العسكري بصرامة وجدية لحماية منشآت مطار سيئون الدولي واستمرار حركة الملاحة الجوية منه وإليه. التدريب الذي تقوم به اليوم والدورة التي تتخرج اليوم هي أساس العمل الذي ينفذ في هذا الميدان. بعد دورات تدريبية مكثفة ها هم أفراد الشرطة الجوية يتأهبون للانتقال نحو الحياة العملية للشروع في مرحلة العطاء والبذل لوطنهم، وكلهم عزم وثقة ليكونوا لبنة لصروح التنمية في اليمن. يمن لأن اليمن والإيمان فيه، تلك الوجوه فنورها يجلو الحزن، رفعوا معاذا فاستجابوا كلهم وأتوا ببيعتهم وغالوا في الثمن. ما يميز أفراد الشرطة الجوية أنها تمتاز بكوادر وطنية شابة تمتاز بالقوة والصلابة ومستعدة للتضحية لأجل الوطن وحماية المواطن. فهمي بارماده، قناة سهيل، سيئون.